اليوم الجبهة الاجتماعية المغربية كتعقد هذه الندوة الصحفية باش تواصل مع الرأي العام الوطني من خلال الإعلام الوطني حول الدواعي والأهداف ديال التأسيس ديال الجبهة الاجتماعية، واللي هي فكرة ديال تجميع وتوحيد النضالات، النضالات المشتتة لا كفئويا ولا مجاليا، ولكن ما غير قادر على تغيير موازين القوى. قررنا أنه نجمعوا هذه النضالات كلها في واحد الإطار جامع وموحد اللي هو الجبهة الاجتماعية. وأول خطوة قمنا بها هو التنزيل ديال هذه الفكرة على المستوى المحلي. حنا وضعنا هدف ديال 30 لجنة محلية، اليوم بفضل المناضلات والمناضلين على المستوى المحلي وصلنا لأكثر من 45 لجنة محلية، ومازال لجان أخرى كذلك يتم تأسيسها، وهذا كيعبر على الإرادة ديال المناضلات والمناضلين وكذلك الانتظار ديالهم، الانتظارات الكبيرة ديالهم من أجل أنه يلقاو إطار جامع وموحد. الأول الخطوات اللي غادي نخرجوا بها كجبهة اجتماعية هو الوقفات الاحتجاجية المحلية في 20 فبراير. وعشرين فبراير ماشي كان اختيار اعتباطي، بل اختيار للتأكيد على أن المطالب ديال حركة 20 فبراير مازال عندها الآنية ومازال عندها الراهنية، وبأن المغرب منذ 2011 إلى الآن لم يتغير ولم يتقدم إلى الأمام، بل بالعكس كانت تراجعات وكانت ردة على مجموعة من المستويات. كذلك محطة كبرى وأساسية هي مسيرة 23 فبراير في ساحة النصر بالدار البيضاء، واللي كان اعتبروها محطة ديال الشعب المغربي، المغاربة مدعوين للمشاركة باش يعبروا بصوت واحد مطالبنا متعددة في الصحة في التعليم في مجموعة من المجالات، ولكن نضالنا يجب أن يكون واحد. بالنسبة للمطالب اللي طرحها الجبهة الاجتماعية هي كما كيعبر عليها الاسم تاعها، هي المطالب الاجتماعية ديال الشعب المغربي بصفة عامة، أي مبنية أساسا على الحقوق، الدفاع عن الحقوق ديال المغاربة في وجه التراجعات اليوم المفرطة اللي كانت في هذه السنوات الأخيرة خصوصا هذه 10 سنين الأخيرة. اليوم هناك حاجة للدفاع على هاد الحقوق ديال المغاربة، حق التعليم، حق الجيد لكل أبناء الشعب المغربي، حق في الصحة، حق في السكن اللائق، الحق في مستوى عيش لضمان الكرامة ديال المغاربة. هذه من كذلك حقوق يمكن عندها علاقة بالمسألة النقابية، الحق في الإضراب، الحق في التعبير والتنظيم إلى آخره، كل هاد الحقوق هذه من كذلك الحريات، الدفاع على الحريات. حنا كنلاحظوا كذلك هناك تراجع كبير على الحريات في المغرب، اليوم الاعتقال السياسي رجع، ولا هناك رجعنا للمنطقة ديال المنفى، ولا هناك منفيين سياسيين إلى آخره. حنا بالنسبة لنا دي تراجعات خصنا توقف، وخصنا نرجعوا وندافعوا على المكاسب اللي حققوها المغاربة عبر نضال طويل نزاعهم بالستينات والسبعينات والثمانينات إلى آخره. إذن هذه بالنسبة لهاد المطالبنا هي كل المطالب اللي عندها بعد اجتماعي أساساً.